إن الأداء الجيد للجسم يمر أساساً بالنظام الغذائي واستهلاك المواد الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات، والوعي ضروري فيما يتعلق بوسائل العناية الصحية بفضل النظام الغذائي. ولكن للأسف إن مجتمعنا حالياً يشجع على استهلاك الأطعمة المصنعة الغنية بالملح والدهون والسكر. إن الطريقة الأفضل لتفادي بعض الأمراض والعناية بالصحة تبقى إذن في أن نعود إلى أساسيات التغذية، أن نفهم فوائد بعض الأطعمة ونلاحظ تأثيرها في الوقاية والعلاج من الأمراض. بعض الدراسات وجدت علاقة ما بين هذا الفيتامين وتراجع نمو الخلايا السرطانية. اكتشفوا معنا ما هو هذا الفيتامين وما هي علاقته بالسرطان. ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يساعدنا كثيرا. تابعونا. هذا الفيتامين في الواقع ليس فيتامينا وإنما هرمون يتم إنتاجه في الجسم نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، كما أنه يمكن الحصول عليه من أغذية معينة. بالتأكيد الآن أصبحتم تعرفون هذا الفيتامين، إنه فيتامين دال. ما هو فيتامين دال؟ فيتامين دال إنه يؤدي في نفس الوقت دور فيتامين وهرمون. يحتوي فيتامين دال على مجموعة عناصر قابلة للذوبان في الدهون، ويقوم الجسم بتخزينها بعكس الفيتامينات التي تذوب في الماء. هذه العناصر متوفرة بشكلين: فيتامين دال 2 بشكل نباتي والذي وجد في بعض أنواع الفطر، فيتامين دال 3 بشكل حيواني والذي وجد في الأسماك الزيتية وزيت كبد السمك وصفار البيض. في الواقع إن فيتامين دال 3 هو أقوى هذين النوعين، فهو يرفع مستويات فيتامين دال في الدم إلى ما يقرب من الضعفين من فيتامين دال 2. ويمكن أيضا لكميات كبيرة من فيتامين دال أن تتكون في الجلد عندما يتعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس، ويتم تخزين أي فائض من فيتامين دال في دهون الجسم لاستخدامها لاحقا. ومن المثير للإعجاب أن كل خلية في الجسم لديها مستقبلات لفيتامين دال، وهذا الفيتامين يشارك أيضا في العديد من العمليات في الجسم، ونذكر منها: فيتامين دال ضروري لصحة العظام والأسنان، إنه يساعد على تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم عن طريق تحسين امتصاص الجسم له والتقليل من تصريفه عن طريق البول. يؤثر فيتامين دال أيضا على صعيد الكليتين، فيساعد على استعادة الفوسفور من البول وإرجاعه إلى الدورة الدموية. السرطان وفيتامين دال: فيتامين دال هو أحد أقوى مثبطات السرطان، لأنه يحد من نمو الخلايا ويحسن القدرة التخصصية لها. في الواقع هناك رابط بين النقص في هذا الفيتامين والإصابة بسرطان القولون والبروستاتا والثدي والمبيض. إن تأثير الفيتامينات دال ودال 2 ودال 3 على الجينات يجعلها قادرة على التحكم في الوقاية من السرطان، وعلى التخفيف من الالتهاب والآلام العضلية وتحسين المزاج. لهذا فإن النقص في هذا الفيتامين يؤذي جميع أجزاء الجسم والفكر. قد يصبح فيتامين دال أملا في حياة أطول لدى مرضى السرطان، حيث اكتشف فريق أطباء جامعة ولاية ميشيغان بأن فيتامين دال إذا تم تناوله لمدة 3 سنوات يوميا على الأقل يمكن أن يكون سببا لمرضى السرطان في العيش لفترة أطول. ينصح الأطباء حول العالم بزيادة معدل ما نأخذه من فيتامين دال، لأنه يبدو حسب الإحصاءات أن أكثر من 80% من الناس مصابون بالنقص فيه. إن معرفة ما هي الكمية من فيتامين دال التي يحتاجها الجسم يعتمد على عوامل كثيرة، والتي تشمل السن والعرق والموسم والتعرض لأشعة الشمس والملابس وغيرها. فيكون متوسط الاستهلاك اليومي المفروض هو من 1000 إلى 4000 وحدة دولية، أو من 25 إلى 100 ميكروغرام. ينبغي أن يكون كافيا لضمان مستويات دم مثلى لدى معظم الناس، و4000 وحدة دولية هو الحد الأعلى أمانا وفق العديد من الدراسات. ولكن تأكد من عدم تناول كمية أكثر من ذلك دون استشارة الطبيب المعالج. ينصح الأطباء أساسا بالتعرض للشمس وبتناول المكملات الغذائية لتحسين معدل فيتامين دال، لكن بعض الأطعمة تحتوي مقدارا ضخما منه. فما هي هذه الأطعمة التي تحتوي على فيتامين دال؟ الرنجة والسردين. هذه الأسماك الصغيرة هي أيضا واحدة من أفضل مصادر فيتامين دال،
حيث توفر الرنجة ما يقرب من 3 أضعاف المدخول اليومي الموصى به لفيتامين د. أما السردين المشوي أو المنقوع بالزيت فيوفر 45% من المدخول اليومي الموصى به، بالإضافة إلى البروتينات والأوميجا 3 التي تساعد في الأداء الجيد للقلب والشرايين والدماغ. زيت كبد سمك القد يحتوي على أعلى نسبة من فيتامين د، لكن زيت كبد سمك القد له طعم مزعج، حتى تستطيعوا تناوله يمكنكم أن تجدوه على شكل كبسولات. التونة المعلبة، يحتوي سمك التونة المعلب إلى ما يقرب من نصف المدخول الموصى به يوميا، وهو أيضا مصدر جيد للنياسين وفيتامين ك. لسوء الحظ تحتوي التونة المعلبة على ميثيل الزئبق، وهو سم موجود في أنواع كثيرة من الأسماك، وإذا تراكمت في جسم الإنسان يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، لذا يوصى بعدم الإكثار من تناول التونة المعلبة. سمك السلمون، سمك السلمون هو سمكة دهنية ومصدر غني لفيتامين د. المحار، يحتوي المحار إلى ما يقرب من أكثر من نصف الكمية الموصى بها يوميا، كما أن المحار يحتوي على فيتامين B12 والنحاس والزنك. الروبيان أو الجمبري، على عكس معظم مصادر المأكولات البحرية الأخرى من فيتامين د، الروبيان منخفض جدا في الدهون ويحتوي على ربع الكمية الموصى بها يوميا لفيتامين د، كما أنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة. صفار البيض، يجب على الناس الذين لا يأكلون السمك أن يعرفوا أن المأكولات البحرية ليست المصدر الوحيد لفيتامين د، فالبيض الكامل مصدر جيد آخر، بالإضافة إلى أنه طعام مغذي رائع. إن معظم البروتين الموجود في البيض يوجد في بياض البيض، ولكن الدهون والفيتامينات والمعادن توجد في الغالب في صفار البيض، ويمكن لمحتوى فيتامين د في صفار البيض أن يكون طريقة رائعة لتلبية حاجتك اليومية من فيتامين د. الفطر أو المشروم، الفطر هو المصدر النباتي الوحيد لفيتامين د، فمثل البشر يمكن للفطر تكوين هذا الفيتامين عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، وينتج الفطر فيتامين د2، في حين تنتج المصادر الحيوانية فيتامين د3. على الرغم من أن فيتامين د2 يساعد على رفع مستويات فيتامين د في الدم، إلا أنه قد لا يكون فعالا مثل فيتامين د3. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.